بسم الله الرحمن الرحيم، طلاب الصف الثاني عشر الأعزاء، درسنا الرابع لهذا اليوم هو التصحر. أهداف الدرس: بعد الانتهاء من الدرس يتوقع من الطالب أن يكون قادرا على أن يتعرف على مفهوم التصحر، ثانيا استنتاج أسباب التصحر ودرجاته، أيضا إيضاح الآثار المترتبة على التصحر وطرق الحد منه، رابعا بيان واقع التصحر في فلسطين. طلابنا الأعزاء، سؤالنا الآن: ما الفرق بين الصحراء والتصحر؟ الصحراء ظاهرة طبيعية مناخية تعبر عن الجفاف، أما التصحر فهو ظاهرة طبيعية أو بشرية تعبر عن تدهور إنتاجية الأرض. طلابنا الأعزاء، من خلال الخريطة التي أمامكم دعونا نلاحظ ونستنتج ونجيب عن الأسئلة في أسفل الخارطة. أولا، من خلال الخريطة نحدد القارات الأكثر عرضة للتصحر والقارات الأقل تصحرا. ثانيا، نناقش هل يعد تراجع الإنتاج الزراعي وتدهوره مؤشرا على التصحر ولماذا. أما بخصوص القارات الأكثر عرضة للتصحر كما هو أمامكم، فيتبين لنا أن قارة أفريقيا هي من أكثر القارات عرضة للتصحر، أما القارة التي أقل تصحرا هي قارة أوروبا. أما بخصوص هل يعد تراجع الإنتاج الزراعي وتدهوره مؤشرا على التصحر، الإجابة نعم، وذلك لأن قلة الإنتاج وتراجعه يشير إلى تغير سلبي على الوضع الطبيعي والمثالي للمحاصيل. من خلال الخريطة السابقة نحدد القارات الأكثر عرضة للتصحر والقارات الأقل تصحرا. أولا، القارة الأكثر عرضة للتصحر هي قارة أفريقيا. ثانيا، القارة الأقل تصحرا هي قارة أوروبا. والآن نأتي إلى مفهوم التصحر، هو تدهور وتراجع القدرة الإنتاجية للأراضي الزراعية والقابلة للزراعة والأراضي الرعوية نتيجة عوامل طبيعية وبشرية. ملاحظة هامة: تعد ظاهرة التصحر مشكلة عالمية، ولكن تشتد حدتها في المناطق التي تمتاز ظروفها المناخية أصلا بالجفاف، مثل المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية وشبه الرطبة في مختلف قارات العالم. طلابنا الأعزاء، نأتي الآن إلى أبرز العوامل التي تسبب ظاهرة التصحر. هنالك عوامل طبيعية وعوامل بشرية تلعب دور بارز في إحداث ظاهرة التصحر. أما بخصوص العوامل الطبيعية فتتمثل في التغيرات المناخية كتناقص كميات الأمطار أو انحباسها وانجراف التربة وتملحها، وكذلك زحف الكثبان الرملية على الأراضي الزراعية والرعوية. أما العامل الآخر فهي العوامل البشرية، وتلعب دور في التصحر من خلال ضغط السكان المتزايد على الأراضي الزراعية والرعوية وإزالة الغابات، وكذلك استغلال مساحات في التوسع العمراني، أيضا الأنشطة الصناعية والتعدينية وما ينجم عنها من تلوث،
كذلك الحروب والصراعات وما ينجم عنها من تدمير للبيئة في تصحر المناطق التي تحدث فيها. طلبتنا الأعزاء، نأتي إلى درجات التصحر ومؤشراته. كما تعلمون، تختلف حالات التصحر ودرجة خطورته من منطقة إلى أخرى حسب العوامل المسببة له، وعلى ضوء ذلك يمكن تصنيفه إلى ألف، تصحر خفيف ويستدل عليه بحدوث تلف وتدهور بسيط في الغطاء النباتي والتربة. ب، تصحر معتدل ومن ملامحه ظهور كثبان رملية صغيرة أو تملح بسيط في التربة وتراجع ملحوظ في إنتاجية الأرض الزراعية والنبات الطبيعي بحوالي 25%. جيم، تصحر شديد ويحدث حينما تنتشر النباتات والحشائش غير المرغوب فيها وزيادة تعرية التربة وتدهور إنتاجية الأرض لتصل إلى 50%. دال، تصحر شديد جدا، من دلالاته ارتفاع نسبة ملوحة التربة بشكل كبير وزحف الكثبان الرملية على الأراضي بحيث تصبح غير قادرة على الإنتاج. طلبتنا الأعزاء، دعونا نستعرض الآثار الناجمة عن التصحر، حيث أن للتصحر تداعيات وآثار خطيرة تؤثر على مختلف مناحي الحياة، ومن أبرز هذه الآثار الآثار الاجتماعية، حيث أن التصحر يؤدي إلى زيادة نسبة الفقر وهجرات جماعية للسكان من المناطق المتصحرة إلى مناطق تتوافر فيها سبل العيش، ما يحول أعدادا كبيرة منهم إلى مشردين. ثانيا، الآثار السياسية، كإثارة النزاع والقلاقل السياسية بسبب التنافس على موارد المياه والغذاء، كما هو الحال في إقليم دارفور غرب السودان والصومال. ثالثا، الآثار الاقتصادية، حيث أن التصحر كما تعلمون يؤدي إلى خسائر اقتصادية ونقص الموارد الغذائية الزراعية وزيادة مساحات الأراضي غير المزروعة وإرهاق ميزانيات الحكومات لتوفير الاحتياجات الغذائية من مناطق أخرى لسكانها. رابعا، الآثار البيئية، حيث تتمثل في انجراف التربة وفقرها وتلوث الهواء بذرات الغبار بفعل العواصف الرملية والقضاء على الحياة البرية. طلبتنا الأعزاء، دعونا نستعرض الإجراءات لمكافحة ظاهرة التصحر والحد منها، حيث أن هذه الظاهرة تتطلب التعاون على المستويين المحلي والدولي لاتخاذ مجموعة من الإجراءات المتكاملة، ومن أبرز هذه الإجراءات القيام بمشاريع التشجير ومصدات الرياح. ثانيا، سن القوانين والتشريعات للحفاظ على الغطاء النباتي والتربة وتنظيم الرعي واستغلال الموارد المائية وصيانتها. ثالثا، نشر الوعي بمخاطر التصحر. رابعا، استخدام صور الأقمار الصناعية في متابعة التغيرات التي تطرأ على المنطقة وجمع المعلومات عنها ودراستها ووضع الخطط المناسبة لمكافحة التصحر.